القاذفة الروسية قاتلة حاملات الطائرات في مرمى المسيرات الأوكرانية. القاذفة الجوية العابرة للقارات الأسرع من الصوت توبوليف 22 إم، قادرة على خرق أجواء دول حلف الناتو وتوجيه هجمات نووية وشن هجمات بعشرات القنابل الحرارية في أي مكان في أوروبا. الملقبة بمفترسة السفن تستطيع حمل قنابل نووية لآلاف الكيلومترات وإلقاء ما يصل إلى 24 طنا من القنابل. صممت هذه القاذفة النووية الاستراتيجية المعروفة لدى حلف الناتو باسم باك فاير لاستهداف الأساطيل البحرية المعادية خلال الحرب الباردة، ويبلغ مدى هذه الطائرة نحو 7000 كيلومتر، ما يضع أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة ضمن نطاقها. وقد استخدمت القوات الروسية القاذفة على نطاق واسع في مهاجمة مدن في أوكرانيا. وأوردت تقارير غربية صوراً تظهر المقاتلة تأكلها النيران وهي رابضة في قاعدة سوليتسي جنوب سان بطرسبرغ. وأرجعت الحادثة إلى أن مسيرة أوكرانية هاجمت القاعدة التي تعد موطن الطائرة توبوليف بعد أن قطعت رحلة تبلغ 650 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية. وتدعم التقارير الغربية رواية وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت أن مطاراً عسكرياً في منطقة نوفغورود تعرض للهجوم من قبل طائرة بدون طيار، وتسبب الهجوم في حريق في موقف السيارات وتضرر إحدى الطائرات. وتسلط العملية الضوء على قدرات الدفاع الجوي الروسية في التصدي للمسيرات الأوكرانية وقدرة كييف المتزايدة على ضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، خاصة وأنها أطلقت خلال الأشهر الأخيرة العشرات من الطائرات بدون طيار لمهاجمة موسكو عاصمة القرار الروسي.